أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية على أن الوضع في سوريا بمثابة التحدي الأكبر أمام دول المنطقة حيث أن المشكلة تتعدى الدولة ذاتها بتأثيراتها الإقليمية الكثيرة والخطيرة. وأضاف معالي وزير الخارجية في كلمته اليوم خلال الجلسة العامة الأولى لحوار المنامة السياسة الأمريكية والأمن الإقليمي أكد أن انتشار الجماعات الإرهابية ليست المشكلة الأهم في سوريا إذا ما قورنت بفقدان الوحدة بين السوريين أنفسهم. وأشار معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة إلى أن السبب الأساسي فيما يحدث في سوريا هو الفراغ الذي حصل بعد عام 2011، فعملت الجماعات الإرهابية على ملء هذا الفراغ كما نرى في تنظيم داعش الإرهابي الذي استولى على مناطق معينة كانت بمثابة قواعد للانطلاق خارج حدود سوريا. وقال معالي وزير الخارجيه ان هناك قوى اقليميه اخرى سعت ايضا لملء الفراغ لبسط نفوذها على سوريا وهو ما نراه جليا بوجود الحرس الثوري الايراني ومقاتلي حزب الله الارهابي في سوريا وشدد معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة علي ان الحل في سوريا يكمن في استرجاع الوحدة السورية باسرع وقت ممكن وان اول خطوه في هذا الاتجاه هي منح السوريين املا في مستقبل بلادهم بانهم سيكونون اداه بناء في المستقبل ومشاركين فيه قائلا ان الطريقه الامثل للوصول لذلك الهدف هي الالتزام بمخرجات جنيف واحد وان تعمل القوى الدوليه الكبرى مع دول المنطقه لتشكيل سلطه انتقاليه تحفظ مؤسسات الدوله والتضامن بين جميع فئات واطياف الشعب السوري ويكون لهذا الهدف السياسي نفس الاولويه التي تعطى حاليا لمكافحه الارهاب ولفت معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفه الى ان وجود تنظيم داعش الارهابي في سوريا يجب ان لا يكون عائقا للتوصل الى حل بل يجب ان يكون دافعا للوصول الى الحل السياسي. وحول تنظيم داعش الارهابي اعرب معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفه عن اسفه من انتشار هذا التنظيم حتى وصل لدول مثل ليبيا ونيجيريا من خلال الاعلان عما يسمى ولايات من قبل منظمات ارهابيه لها وجود في هذه الدول. واشار معالي وزير الخارجيه الى ان قيام هذا التنظيم بعمليات ارهابيه وتفجيرات استهدفت المساجد في كل من المملكه العربيه السعوديه والكويت يوضح ان داعش لن تنتهي حتى لو تم القضاء على تواجدها في العراق وسوريا، اضافه الى انها ليست التهديد الارهابي الوحيد الذي نواجهه في المنطقه. وأوضح معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة أن إيران دأبت على تدريب إرهابيين وتمويلهم من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في البحرين واستغلال عدد من المواطنين وتدريبهم على كيفية صناعة العبوات الناسفة وتهريب الأسلحة فقد تم تهريب عدد من الأسلحة والمتفجرات مثل السيفور والألغام والبنادق كان مصدرها إيران إذ تم العثور على 439 عبوة ناسفة مشيرا مع عليه إلى استشهاد 16 شرطيا وإصابة الألاف نتيجة لهذه الأعمال مؤكدا معاليه على أن هذا الخطر لا يقل عن خطر تنظيم داعش الإرهابي وحول فرص تحسين العلاقات مع إيران أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة أن هذا الأمر يتوقف على سلوك إيران ومدى التزامها بعلاقات حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون المملكة قائلا معاليه أن هذا التقارب في العلاقات لا يتم في ظل وجود مسؤولين إيرانيين يتفاخرون بسقوط أربع عواصم عربية للثورة الإسلامية الإيرانية وطالب معالي وزير الخارجيه المجتمع الدولي بان يولي موضوع وقف التدخل الايراني في شؤون دول المنطقه نفس الاهميه التي اولاها لابرام اتفاق مع ايران فيما يتعلق ببرنامجها النووي وحول تطورات الأوضاع في اليمن قال معالي وزير الخارجية أن دول مجلس التعاون جاهزة تماما لأن تواصل دورها الاستراتيجي من أجل استعادة الأمن واستقرار في اليمن الشقيق والقضاء على الجماعات التي انقلبت على الشرعية وحاولت هدم مؤسسات الدولة ونقضت الوعود والتعهدات وأشاعت الفوضى والإرهاب وأشار معالي وزير الخارجية إلي أن قرار التدخل في اليمن لم يكن أمرا سهلا وإنما كان الخيار الأخير وبعد استنفاد جميع السبل الدبلوماسية والسياسية وأن هذا التدخل سينتهي فور تحقيق أمن وسلم اليمن دون أي ابطاء ولو للحظة وقال معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفه: لم نكن نستطيع ان نقف مكتوفي الايدي وهناك منظمه ارهابيه مدعومه من حزب الله الارهابي دون ان نتحرك لمواجهه الخطر المحدق باليمن الشقيق والجزيره العربيه. واكد معالي وزير الخارجيه ان دول مجلس التعاون تعطي اهميه بالغه للوضع الانساني في اليمن وملتزمه بتقديم المساعدات الانسانيه للشعب اليمني. منوها معاليه بجهود المملكه العربيه السعوديه وباقي دول مجلس التعاون وكذلك الدور الكبير الذي يقوم به مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الانسانيه في اليمن. وناشد معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفه المجتمع الدولي لتكثيف الجهود الانسانيه وخاصه ان الباب مفتوح وميسر لان الحظر مفروض فقط على الاسلحه التي تستخدم من قبل الجماعات الانقلابيه. وأن العائق الحقيقي لإرسال المساعدات الإنسانية هو جماعة الحوثي المستمرة في القتال والتي ترفض الهدوء ولا تسمح بدخول المساعدات ولا البضائع التجارية وبخصوص ما يجري في المسجد الاقصى من اعتداءات متواصله من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي فقد حمل معالي وزير الخارجيه اسرائيل مسؤوليه تردي الوضع في الاراضي الفلسطينيه نتيجه الانتهاكات الاسرائيليه المتواصله وانتهاك القوانين الدوليه التي تجرم المساس بالمقدسات الدينيه وتؤكد على صونها وحمايتها وشدد معالي وزير الخارجيه على رفض استهداف المسجد الاقصى مطالبا بتوفير الحمايه الكافيه للشعب الفلسطيني والحفاظ على المسجد الاقصى وفي الختام اكد معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفه التزام مملكه البحرين بالعمل مع الاشقاء والاصدقاء من اجل تعزيز الامن والسلام واتخاذ ما يلزم لحفظ سلم المنطقه.